على سرعة 1.7 رجعنا هلا لفي انيشال اللي هي 7 اللي بدينا ب 7 هون على 1.6 رح نعمل الان رن هلا اذا طلع فوق ال 120 معناها عندي مشكلة 113 اوكي لو هذا الرقم اعطاني 123 123 على 4 راوندد على 30 راوندد اب شو كان راح يدين عدد مصاعد 5 فبقول لا انا باخذ 2 متر بير سكند بس هون بالحالة هاي اعطاني فراح اثبت احتمال كبير على ال 1.6 إذا صار عندي أول رقم طلع معي اللي هو 113.659 L بصير لازم أحسبها أتأكد طبعاً 113.66 على 30 أعطيني 4 إذا هذا هدول ما فادوني هدول التنين رفع السرعة هناك ما فادني رح يضل عدد مصاعد 4 فأنا أحسن لأشتغل على السرعة الأقل حتى لو كان الانترفل رح يطلع لأنه هذا الانترفل رح يطلع أقل من 30 هل هو compliant؟ طبعاً compliant الانترفل الأول بيساوي 113.66 على 4 بعطيني رقم اقل من 30 مش هيك 28 وهذا ممتاز و4 بالعشر سكت اوكي اذا هذا اول رقم بدينا فيه اذا احنا هون كان ممكن تبدا بالعكس بس بدك تعملهم الثلاثه حتى تتاكد كان ممكن نبدا من اقل سرعه ونطلع على اعلى سرعه اذا صار عندي هلا 28.4 شو بدي اطلع الان بي انيشال بي انيشال بيساوي 28.4 في 7 على 30 6.63 passengers هلا بنحط 6.63 passengers وبنكمل ونضل نعمل iterations لا نوقف فراح اخذ هون 6.63 ونعمل run 110.845 على 4 في 7 على 30 6.46 نعمل run 110.8 نزلنا إلى 109.472 على 4 ب 7 على 30 6.38 run على 108.8 تقريبا 108.8 على 4 ب 7 على 30 6.35 نعمل run نزلنا هلا تقريبا 108.4 على 4 ب 7 على 30 6.32 هلا طلعوا لي هون قديش التغير 108.4 صارت 108 في عندي تقريبا 0.1 تقريبا 0.1 راح نوقف هون 108.3 على 4 6.31 في 7 عفوا 108.3 بس على 4 عشان اطلع الانترفل قديش 27.05 مزبوط هذا على 4 بس خلص ما رح نعمل كمان iterations وهذا مفروض يطلع عندي 7% نتاكد انه يطلع 7% 300 على 108.3 في 4 في 6.32 على 1000 مفروض يطلع 7% وهاي صارت هلا هون V3 بتساوي 1.6 meters per second L بتساوي 4 هاي الحل النهائي اللي هو الانترفال ان سكندز وارايفل ريت كومبلاينت ديزاين عندي 6.32 P بتساوي 6.32 على 0.8 7.9 بنرفعها ل 8 بصير عندي 8 passengers هاي الكار كاباسيتي او 630 كيلوغرام هذا هو الحل اللي راح ناخده ونعتمده من هون هيك بكون حلينا كامل وهذا compliant design بحقق كل الريكوايرمنتس بعطيني اقل عدد من بعطيني العدد العدد مصاعد اقل عدد من مصاعد او هون متساوي بعطيني اصغر سرعه اقل سرعه 1.6 متر بير سكند فرق بالتكلفه عن 2.5 متر بير سكند